تطلبي؟ الطريق كان زحمه. فوق مش هيستي بتطلبي؟ خلي جوا نور. حالك؟ والله الحمد لله. كيف حالك؟ طيب اول شيء تعشي وزي كذا بعدين نخش في العمل. اوكي تطلبي اللي تبغيه. اوكي لا تستحي لا تستحي من شيء. الله يرضى حضرتك. حضرتك معك في منيو صيني مع حضرتك؟ حلو. وفي منيو ايطالي برضو؟ خلاص اعطي اعطي اطلب اي حاجه لا تستحي. انا عارف انك ما حتستحي. حضرتك معك منيو صيني. انا في حضرتك مقبلات. طبعا كده في شوربه في دجاج في لحم في لابوستر في كابوريا مع حضرتك. طب انت ايش تاكل؟ خلاص انت انا بعدك. يلا انت اطلب اللي تبغيه اللي تبغيه اللي في راسك تطلبيه. حضرتك لو حابه مثلا في تشيكن في بيف في شرمب يعني في شرمب تبنياكي لا فاهم ايش يقول ولا لا يا شيخ. طيب كويس مره اجيب شرمب شرمب تبنياكي. شوف هذا حفظ اطلبي اطلبي عادي. متاكد حناكل معايا؟ خلاص ما عليك انا زيها. اوكي اي شيء ينزل لك زي اكل شرمب تبنياكي. اوكي ممكن ناخذ رز معايا؟ طيب في رز مالي بالخضار في رز مالي بالجمبري في رز مالي باللحم. لا جمبري احسن. شكلها الفاتورة طلع جامدة على كده. لا مو مشكلة مو مشكلة. أطلع ما تستاهل يعني؟ لا ما عليك. حاجة مقبلات. طيب في الأول يجي الأول قبل الأوردر بيجي المين كورس يعني ممكن ناخد دينامت شريمب. أوكي. أوكي. وش تشرب؟ في بيبسي؟ في بيبسي في سفن في مرندا. وش ايش تبغي؟ اثنين بيبسي. خلاص اثنين بيبسي. تمام. كان بقى الأوردر مع حضرتك. واحد شريمب تبنياكي، واحد شريمب فرايد رايس، واحد دينامت شريمب، اثنين بيبسي. حلو. بس فصولة تطلع غالية يا مشيها. وانا اقول لك عوافي يلا جيب. الاكل انا بحضرتك تمام؟ اكيد ما المطعم بالنسبة لي بجد حبيب قلبي. بس اعطينا الفاتورة. اوكي حاضر عمري. حبيب قلبي. اي والله دقيقه بس دقيقه بس ايش هاش صورت انا حبيبي تحت دقيقه بس انا الحين بغسل يدي كده وحاسب عليك الوجهك. اوكي ثواني يا جوال الحين دقيقه. طيب صورة استاذن حضرتك مش رجال كم عرضي كان طلب الفاتورة. طيب ليش هو ما دفع؟ لا هو ما دفع والله هو راح. سياسة المطعم انا فهمني الشاب ميسرة انه احنا لازم نقفل الاوردرات يا اختي لانه احنا عندنا شيفتين فهذه الاوردرات اذا ما قفلها هو حتنحسب من عنده. اوكي يعطيك العافية. الله يعافيك. انا متفهم وضعك. الحالة هذه ما بتمر علينا كثير بس الموضوع مو بيدي انا كإدارة مطعم انا مطالب مني ان انا اقفل الاوردرات لانه احنا يعني ادارة ثانية بتحاسبنا فانا مضطر ان اقول لك اسف جدا يا تحاول تتصل على الشخص اللي تيجي تحاسبه. انا مرتين والله العظيم دقيت قلت له اذا ما انت مصدق انه معايا 100 فتش شنطتي واحنا
أنا مقدر وضعك يا أختي، بس المسألة إنه كم فاتورتك هي؟ فاتورة 300 وحاجة. هي المشكلة الفاتورة عالية، حتى لو سوينا لك خصم 10 ولا 15% ما هتغطي التارجت اللي أنت معاك المبلغ. في الحالة هذه عندك حالتين، يعني اعذريني، أنا بتصرف بصفة أخوية، أنا كمدير مطعم ما أقدر، أني عندي يعني حدود معين وعندي صلاحية معينة وما أقدر أتجاوزها. فعندك حلين، يا إنه طبعاً نتصل على الشرطة وأنت طبعاً في غنى، هذه باين عليك بنت ناس، أو إنك يا أختي الحالة الثانية الله يعطيك العافية والصحة، هذا أبسط الحلول، نأخذ منك المبلغ اللي عندك وحتداومي معانا ساعتين الله يعطيك العافية وتغسل الصفر. هذه هي سياسة المطعم، وأنا ما أقدر يعني غير كده، أنا متعاطف جداً معك بس هذه ما في حل غير كده يعني. فشكلك أنت ما أنت وجه بهدلة، فأتمنى أنك يعني تجي معانا. يعني ممكن تغسل الصحون ماهي بهدلة؟ أنا ما أغسل صحون في بيتنا، تقولي أغسل صحون في مطعم؟ من غير رفع الصوت، في زباين هنا، بعدين إيش اللي أنت أهبل؟ أنا محترمك كل أنت حين ومديك حاجة لحجمك، إن أنت إنسانة بنت ناس وكذا. ما لها داعي الغلط الله يرضى عليك، لو سمحتي. أنا أوكي كإدارة مطعم أنا يمديني أتصل أقل شيء على الأمن يجي يتفاهموا معاك ويشلوكي، أنا تعاطفت معاك وعملتك معاملة كأخوية يعني إني اعتبرتك أخت، أنت في النهاية ترفع صوتك تنيني، يعني شوف حتى بعض الزبائن بدوا يطالوا، ترى هذه مو حلو الأسلوب، أنا جاي هنا أخدمك. أنت اللي لما قلت إنه أغسل صحون؟ عندك حلين قلت لك، مو أنا مو بإيدي الموضوع، أنا زيي، أنا إنسان هنا لي تارجت محدد ولي وقت محدد ولي مبالغ محددة هنا لازم يسددوها الناس، أنا ما أقدر أتجاوز الحد. تفضل يا أختي من غير شوشرة ولا إزعاج الناس الموجودين هنا، لو سمحتي بكل أدب، لو سمحتي، أو أن أجيب لك الأمن يتفاهموا معك، وهذا آخر قرار عندك، ولو سمحتي لا ترفع صوتك، أنت في مكان محترم. يا عمي ما راح أغسل صحون. والله هذا آخر قرار عندك. قلت لك عندي 100، خلي ال 100 عندك بكرة أجي أتفادى. أوكي، لو سمحتوا يا شباب، بالله اتصلوا. أنت لا تزعلي مني، هذه إجراءات المطعم، أنا كذا خرج الموضوع من يدي. فأنا أنصحك لما تشوشر قدام الناس ويصير في فضائح هنا. الناس غسل ساعتين صحون، بعد ما غسل ساعتين صحون توكل على الله، ما في حل تاني. تفضلي تفضلي. اوكي روح على جاي، ما يحتاج من الناس كلهم معك. خلاص تفضل. خلاص اوكي، شو تغسل صحون ما غسل صحون؟ تفضلي. طبعا زي ما شفتوا الممثلة جوال تغسل صحون. حيوان ذاك.
ايش فيه ايش فيه؟ تعلم. لا 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 دقيقة. صلي على النبي صلي على النبي. انت هتكون يا رب. لازم لازم تتعلم كيف تغسل الصابون. انا بس خليك تجرب اذا ترى انا ما اعرف. خلاص طيب اهو ما شاء الله مره كويسه انت. هذه انت اللي لمعتيها؟ لا يا شيخ والله ما شاء الله. بسالك سؤال شكرا بالله مدير يعني للاسف صدقت كل شيء. طيب يعطيك الف عافيه فراس. هدي الله لا يعافيك. طيب ايش الموقف ده؟ هدي اعصابك تستهبل صح؟ طب هدي اعصابك دقيقه. صلي على النبي صلي على النبي دقيقه. هدي طيب نتفاهم. طيب دقيقة بس كلمتين. دقيقة كلمة ايش هذا؟ دقيقة جواب دقيقة نتفاهم دقيقة. طيب تعال تعال بس موقف تاريخ ومحرج قدام العالم كله. دقيقة وقدام العمال تخليني اغسل صحون. تستهبل. تعال دقيقة نتفاهم. لا والله تستهبل.